دقيق مخبوزات، تمام؟ عشان الدوناتس دي محتاجة دقيق قوي، كوبايتين من الدقيق، عليهم رشة ملح، معلقة صغيرة من الخميرة، معلقة صغيرة من السكر، هنحتاج بيضة، هنحتاج فانيليا، وكمان معانا تقريبا 3 معالق كبار من الزبدة الطرية هنحطها في العجينة، ونص كوباية لبن دافي اللي هنعجن بيه عجينة الدوناتس، وبس خلاص. تمام، دي اهم حاجه كده، نعمل العجينه وبعدين اقول لكم على صوص الشوكولاته الفظيع اللي هنغلف بيه الدوناتس، او نقدر نغلف بيه بسكوت، كيك، اي حاجه. نجيب هنا كده البوله دي ونحط الدقيق، كوبايتين، رشه ملح كده، وهحط معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره من الخميره، والبيضه، بس انا عايزه اخفقها الاول قبل ما احطها هنا كده. ايه شوكه، البيضايه، ومعانا الفانيليا. تمام، فاضل بقى معانا الزبده. انا عايزه ابص على قبل ما نبتدي لحسن ايه، لا لسه شويه. تمام، قلت ما اتاكد. عايزين نحط كده الكلام ده مع بعضه كده ونعجن، وبعدين نحط الزبده الطريه معاهم كده. بصوا، تبقى عجينه الدوناتس بقى يا جماعه حلوه قوي كده. ومعايا نص كوباية لبن دافي علشان نحطها مع العجينة. وبرضو اتعودوا دايما اي حاجة فيها عجين مقدار السائل اللي هنحطه بلاش نتهور، حتى لو انا قلت لكم نص كوباية فتقوموا حاطين نص كوباية مرة واحدة، يعني شوية بشوية. قد يكون الدقيق بتاعك مختلف عن الدقيق اللي انا بستخدمه، البيضة بتاعتي مثلا هنا بيضة حجمها كبير شوية، فمش هحتاج كمية اللبن كلها، انت البيضة بتاعتك صغيرة، يعني فاهمين قصدي. دايما في السوائل واحنا بنيجي نحطها ما نتهورش قوي كده. هنعجن، انا عايزة العجينة ايه تلم معايا وتبقى متماسكة ولينة اهو. اول ما خلاص لمت كده ولينة وحلوة، الموضوع كده بالنسبة لي انتهى. تمام، لازم بقى اسيبها تخمر براحتها خالص كده، وبنغطيها وتسيبيها تخمر، بيتضاعف حجمها وتبقى تمام ومجهزه على طول ان احنا نشكلها ونحمرها في الزيت. انا بس استاذنهم ان هم يجيبوا لي زيت لو سمحتوا عشان احمر الدوناتس، او اوريكم يعني هنعمل فيها ايه. شيل الكلام ده هنا كده ورا، واجيب قرمه العجين وعجينه الدوناتس اللي هي متخمره، نحط دي بقى ورا هنا علشان تخمر براحتها كده. هنرش رش الدقيق كده، وناخد العجينة. لو عندك قطعت الدوناتس بقى حلوة قوي، ما عندكيش اعمليها بايدك زي ما انا هعملها دلوقتي، هقولك ازاي. كده اهو، حاضر يا استاذه. ما نبص على الفخاره لحسن، ها نطمن اهو، فاضل لها شويه صغيرين. نبهوني يا جماعه كده دقيقه بس. بصوا بقى عجينه الدوناتس الحلوه دي، نفردها كده بالشكل ده. مش عايزين سمكها يا جماعه يبقى رفيع قوي عشان لما تخمر تبقى مبقلظه كده وحلوه، يعني السمك ده حلو قوي. يعني بصوا الرفع ده اهو، الرفع ده كده هايل، مش ارفع من كده لو سمحتوا. ممكن نجيب قطاعه بقى، انا عندي هنا ايه القطاعه الحلوه مثلا الكبيره دي، وهنقطع. انت ممكن تقطعي بقى الطبق بكوبايه اي حاجه لو ما عندكيش قطاعه الدوناتس. انا هوريكم بس كده دلوقتي اهو عشان عايزه الحق اعمل معاكم صوص الشوكولاته. كده بالشكل ده،
وكل واحده من اللي انا قطعتهم دول، بصوا دي اهي، هدخل صباعي كده في النص، تمام، في نص الدوناتس، وايه، وهوسع كده اهو. ادي اول واحده، ناخد التانية نفس الحكايه، من النص كده هعمل حفره كده بصباعي، وايه، وهلفها كده عليها. خلاص ادي التانية، ولا قطعت دوناتس بقى ولا اي حاجه، نفس الحكايه كده. ضروري بقى بعد ما نعمل الكلام ده كله ان احنا نسيبها تاني تخمر مره كمان، وبعد كده نقوم محمرينها في الزيت. لازم لما نيجي نحمرها في الزيت يكون الزيت غزير ومتوسط الحراره، مش سخن قوي. وبصوا سمكها، من فضلك يا استاذ احمد هات لي طرف الدوناتس اللي معايا، مش عايزينها تبقى ارفع من كده علشان تتنفخ وتبقى حلوه وهي بتتحمر، ما تلاقيهاش فطسانه كده ورقيقه، فاهمين قصدي، وكمان تخمر. ايوه بصوا السمك بتاعها، تمام يا استاذ احمد، ايوه بالظبط كده، هو ده تخن العجينه اللي انا عايزاها عشان تطلع معاكي حلوه. وبالصباع كده ايه، عملنا فتحه في النص وبقت ظريفه جدا. معلش انا عايزه ايه، اروح اشوف اطمن على الفخاره. انا كده وريتكم طريقه الدوناتس، عايزه برضو العجينه دي، احنا ممكن بعد الحلقه نقعد نعمل بقى دوناتس براحتنا، شوف ايه الاخبار. مع كوبايه لبن، معلقتين من السكر البودره، معلقه كبيره من النشا، معلقه كبيره من الكاكاو الخام، 50 جرام من الشوكولاته، يعني مكعبين ثلاثه كده من الشوكولاته، شوكولاته المطبخ، تمام، ومكعب زبده صغير. وممكن بقى ايه، بعد ما نغطس بقى الدوناتس في صوص الشوكولاته اللي احنا هنعمله دلوقتي، تحطوا بقى سبرينكلز، تحطوا مكسرات، تحطوا بسكوت مطحون، كل الحاجات دي هتنفع وتبقى حلوه قوي. المضرب السلكي فين يا شباب؟ مش موجود. طيب هنحط على اللبن وهو بارد كده النشا، عشان ضروري جدا ان النشا يدوب مع اللبن وهو بارد قبل ما نحطه على النار. كده كده البولة دي، مقدار اللبن ده ممكن نحطه هنا، عشان عايزة اوريكم صوص الشوكولاتة. كده بنحتاج بس ان هو يبرد ويهدى، هنلاقيه تقل ونغطس فيه بقى وش الدوناتس، هيبقى حلو بقى زي الدوناتس اللي محطوطة هناك دي. هتهلنا يا استاذ احمد من فضلك. كده هنلاقيها مسكت على الدوناتس من فوق، وبتبقى طرية بقى، متبقاش ماسكة ولا ناشفة ولا حاجة، ظريفة جدا. كده ايوه بس بقى ظريفة خالص. وانتوا بتحمروا الدوناتس لو سمحتوا، عشان انا للاسف اللي عندي دولت لازم يخمروا شويه، والا لو حمرتهم وهم هبطانين دلوقتي هيبقى شكلهم مش حلو. لازم الدوناتس تتخمر مره كمان بعد ما بنقطعها. بعد كده بنحطها في زيت غزير لدرجه حراره الزيت تكون متوسطه، يعني مش عايزين على نار عاليه ولا نار هاديه خالص، متوسطه. ونحط الدوناتس، نفضل واقفين قدامها تاخد لون، نقلبها الناحيه التانيه ونحمرها عادي خالص، مفيش مشكله. وادي صوص الشوكولاته اهو، بصوا نحطه هنا في الازازه دي عشان بس عايزاكم تشوفوه. ولسه هيتقل اكتر واكتر كمان عشان نعرف نغلف بيه الدوناتس ونغلف بيه اي حاجه. بس كده، وخلوا بالكم افتكروا الحلقه دي علشان انا ما وقعتش، انا ما بوقعش، انا الشيف الوحيده اللي ما بتوقعش. صوص شوكولاته خطير جدا، تقدري تحطيه في الثلاجه، وممكن كمان على فكره نحطه على ساندوتش ولا حاجه. وصفه العجينه بتاعتها بسيطه ومقاديرها كلها موجوده في البيت، وحتى كمان صوص الشوكولاته ظريف جدا. جربوها وبعتولي قولولي ايه رايكم، انا عملتها قبل كده معاكم، فيهمني جدا اللي ما جربهاش يجربها تاني.